السلام عليكم. هذا فيديو عاوتاني ثاني اليوم في هذا النهار هذا غادي نشرحوا فيه تا هو وثائق ديال عقد عمل بالنسبه لبلد اسبانيا. متابعي قناه فيزابوريزو الماروك، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الناس اللي عندهم كونطرا ديال اسبانيا، اول حاجه هي ملي تجي كونطرا ديال اسبانيا. انا سندخل في الفيديو مباشره بدون مقدمات باش ما نبقاش نطول على الناس بزاف. اول حاجه ملي تجي كونطرا من اسبانيا غادي تصيفط ميساج للقنصليه الاسبانيه اللي تابع ليها نتايا، سواء في المدينه اللي غادي تدفع فيها، سواء في الرباط او كازا او مدينه واحده اخرى. كتصيفط لهم ميساج بلي انت راك توصلتي بالكونطرا ديالك، وكتقلب على رونديفو باش ما تفوتش هذيك المده ديال 30 يوم. الا فات راه تتمشي لك الكونطرا، يعني غتدفع غيرفضوا لك الفيزا. يعني اول حاجه هي كتصيفط لهم داك الميساج كيجاوبوك، انت كتامبري من معاك هذاك الميساج كتخليه عندك. الوثائق هما هاد، اول حاجه نسخه من البطاقه الوطنيه فوتوكوبي ديال كريكتو فيرسو، جوج صور رقميه 3.5 على 4.5، الفون يكون ابيض كما تنقول ديما بحال تصاور الباسبور، نسخه من جواز السفر ديالك الا كانوا فيه شي فيزا تقدام حتى هما جيبهم، فوتوكوبي ديال الباسبور ديال السفر، حسن السيرة كتمشي كتاخدها حتى هي كدير لها لابوستيل مع الترجمة باللغة الإسبانية، حسن السيرة، شهادة السكنة ديالك كدير لها لابوستيل ترجمة ما كيطلبوهاش مرة كياخدوها مرة لا، غالبا الناس ديال التجمع العائلي كيردوها ليهم. أما بالنسبة للناس ديال الكونترا كاين اللي كيديوها وكاين اللي كيرجعوها ليه. شهاده طبيه عن طبيب محلف لدى القنصليه الاسبانيه، عسى تنقول لك المرحله باش تدفع الفيزا ديالك باش تمشي تخدم في اسبانيا. شهاده طبيه عند طبيب محلف لدى القنصليه الاسبانيه، طبيب ماشي اي طبيب كما قلت لكم، خصو يكون معترف به. كاينين اطباء هنا في الرباط او في الدار البيضاء او في كل مدينه وكتلقى طبيب محلف يعني معترف به، ما يمكنش تمشي عند اي طبيب في السويسي ولا في سبيطار الحومة ولا الشيخ زايد تقول لي عطاني شهادة طبية راه ما مقبولاش. نسخة من البطاقة الوطنية للمستخدم أو الباسبور ديالو، السيد اللي صيفط لك من إسبانيا الكونترا اللي غادي تخدم عندو اللي غادي يخدمك عندو، نسخة من البطاقة الوطنية الإسبانية ديالو أو جواز السفر. غادي تجيك أسيدي الكونترا الأصلية اللي غادي يجيك من إسبانيا، غادي لها فوتوكوبي، هما كيحتاجو الأصلية وانت غادير فوتوكوبي، الوريقات كاملين دوسي فوتوكوبي دوسي أصلي، كياخدو الفوتوكوبي الاصلي كيخليو لك. الكونطرا الاصليه خصها تكون جايه مختومه من طرف السلطات الاسبانيه اللي مكلفه بلي كونطرا ديال الشغل ديال عقود العمل، واحد الشهاده تثبت تاريخ تسلم القبول، وخصها زعما تقبلت لك الكونطرا، واحد الشهاده كتثبت هاد التاريخ هذا اللي تسلم لك فيه القبول، واحد الرساله واحد ورقه يقدر يكتبها هذاك المشغل ديالك يعني المستخدم ديالك اللي غادي يخدمك تما، اللي يدبر لك على الكونطرا كيعبر فيها باللي انت راه باغي تخدم معاه. حيت كاين اللي كتكون عنده كونطرا تصيفطات ليه شهر شهرين وباقي ما لقاش الموعد، يعني اسبانيا تيقولوا هاد السيده ترى مازال ما بقاش محتاجو المستخدم ديالو، ولكن هاد الرساله هادي كتبين باللي المستخدم ديالك باقي تمشي عندو لاسبانيا باش تخدم. هاد الوثائق هادو راه غادي نصورهم ليكم، غنخليهم ليكم في صندوق الوصف. يعني هاد الرساله هادي تيكتبها انا جوست سيني فلان فلاني، السيد اللي مخدمك تما، بلي انا السيد فلان فلاني كاين في المغرب، راه صيفط لي كونطرا باقي يخدم معايا، اون فوا ياخد الفيزا غادي يجي عندي نخدم ورا بلاصتو باقا كاينه، يعني انا محتاجو. الموعد بي ال اس بالنسبه للناس، اول حاجه هي تاخذ موعد على تسع مواعيد، ما كاينينش بزاف، مره كيطلقوا كيمشيو في نهارهم الا ما قلناش في نص ساعه، يعني انت شوف تاخذ الموعد ديالك ما كتخلص ما والو. السيت ديال بي ال اس راه السيت عمومي، يقدر اي واحد ياخذ الموعد. بغيتي شي واحد يتكلف لك بالرونديفو راه كتمشي عندو كتعطيه باسبور، ما تعطيه لا فلوس لا والو، ما تعطيه لا تسبيق لا شي حاجه، ياخذ لك موعد انت تفهم مع داكشي اللي قسم الله عطاه ليه ولا داكشي تفهمتي معاه. ما ندخلش في التفاصيل هادو حيت كل واحد وعقلو، كل واحد كيفاش كيفكر. كاين اللي كيشوف بنادم حاصل تيبغي يكزرو، فهمتي، داكشي ما منوش.
قلت لكم موعد بالاس، هذا الموعد هو اللي غادي تدخل به ان شاء الله باش تدفع الورقه ديالك في القنصليه الاسبانيه ماشي في السونتر. واخا بالاس هما اللي كيتكلفوا بالمواعيد ولكن ماشي كتدفع لهم بحال الفيزا الاخرين، فيزا توريست مثلا ولا فيزا ميديكال ولا فيزا شي فيزا اخرى زياره عائليه. هذا الموعد اللي قلت لك كتاخذهم بالاس وكتدفع في القنصليه، وواحد طلب تاشيره واحد الفورميلار كتعمرو معلومات ديالك كاملة، معلومات شخصية، الاسم، النسب، تاريخ ازدياد، وكيفاش خرج الباسبور، وكيفاش غيسالي، نمرة الباسبور فين غادي تمشي عند المستخدم ديالك، لادريس، الوريقات اللي غترجم راه قلتها لكم، شهادة طبية اصلا باللغة الاسبانية، غادي ترجم شهادة السكن وحسن السيرة. واحد الحاجة هو انه الكونترا يقدروا يعيطوا لك القنصليه في اي لحظه، سواء الناس ديال الكونترا او لا قرايه او لا تجمع عائلي اللي التحق بالزوج او الزوجه، في اي وقت القنصليه يقدروا يديروا معك لونكيت. واخا الناس ديال التجمع العائلي الزواج ديجا دوزوا لونكيت يقدروا يعاودوا لهم. بالنسبه للكونترا انت خاصك تكون عارف المستخدم فين غتمشي تخدم، اين المدينه، شنو كيدير المستخدم ديالك، فين ساكن، فين غتمشي تسكن نتايا، فين غتجلس، تكون عارف هاد المعلومات هادو. عادي انت راك غتمشي ماشي غتمشي ما عرفتي شي حاجه، يعني غتكون عارف واخد فكره فين غتمشي تجلس. قلت لكم فورميلار كيتعمر على جوج ديال المرات، الورقات كاملين كديرهم فوتوكوبي، دوسي فوتوكوبي، دوسي اصلي، كتمشي كتدفع كتوريهم كيشوفوا معك الاصلي وكتدفع لهم الفوتوكوبي كياخذوه. 15 يوم كتخرج لك الفيزا ديالك. فهاد الحالة هادي ديال كورونا كتمشي كتقطع البي ديالك وكدوز التاست، إلا كنتي ضربتي الفاكسان راه كتجيب ديك شهادة تلقيح وكتدفع كتمشي تخدم تدوز بيها. شهادة المغادرة من العمالة كتحتاج تاست بي سي ار ديالك والبي و الباسبور والفيزا باش كيعطيوك شهادة وثيقة المغادرة التراب الوطني. هادو هما الوثائق ديال الكونترا. انا ما كنبيعش الكونترات وما كنديرش الكونترات، هادو غير الوثائق اللي نتايا غادي تحتاج الى جاتك الكونترا من اسبانيا. هادو هما الوثائق باش تدفع الفيزا ديالك. والله المعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.